طالة النفس هذه مسألة طبية ورياضية، أنا يعني أنقل لك ما سمعته. يقولون إنه في تدريبات للصدر لإطالة النفس، ولابد تسأل الدكتور عطلة والله اللي يفهموا في هذه المسألة أكثر مني. أنا سمعت أن هذه حاجة ممكن التدريب عليها بإطالة النفس بتدريبات رياضية كذا يسويها الإنسان، هذا اللي سمعته والله أعلم.